اتفضل. هل برنامج فينا نسخة على المايك؟ بتقول ايه؟ هذه نسخة من سيسكو باكت تراكر، لها نسخة على المايك؟ في نسخة للماك؟ اه طبعا في نسخة. عايز نسخة للماك؟ دي اجيب لك نسخة للماك. والله حاضر النهاردة ارفعها لك. حاضر الله يخليك، انا الاثنين. حاضر. عندي زي ما قلت لك مرحلة اليوزر مود بتاعتي دي اول مرحلة عندي. طبعا ده البيزك كونفيجريشن، ده الاي او اس. هناخد النهارده الاي او اس موديل. اول ما تيجي تفتح الراوتر بيكون شكل الراوتر كده، راوتر بيجيب لك كلمه راوتر لما تكبر من، ودي اسمها اليوزر مود. اليوزر مود دي فيها مجموعه صغيره او مجموعه بسيطه خالص من الاوامر. زي ايه؟ لو انا جيت كده، ادي اليوزر مود اهي. لو انا كده قلت له كويشن مارك، لو قلت له كويشن مارك انا عايز اعرف اللي جواك ايه، قال لك انا جوايا او تقدر تشوف مني كونكت، تعمل كونكت، تعمل ديسيبل، تعمل ديسكونكت، تعمل انيبل، تعمل اكزيت، تعمل لوج اوت، تعمل بينج، ريزيوم، شو اس اس اتش، تل نت، تيرمينال، تريست روت. تقدر تعمل مني من عليا الحاجات البسيطه دي خالص. فهو احنا بنسميه اسمه سيمبل شو. احنا بنسمي الراجل ده، بنقول له انت اسمك ايه؟ سيمبل شو. يعني ايه سيمبل شو؟ مجموعة صغيرة جدا من الأوامر، يعني بشوف حاجات قليلة من عليه. طب الأفضل منه أو المرحلة اللي بعد كده اسمها الإنيبل مود. الإنيبل مود اللي هو بيكون شكل الراوتر بتاعي كده، كلمة راوتر وبتبقى علامة الأكبر من. بروح عشان أخش على مرحلة الإنيبل بقول له كده كلمة إن، اختصار كلمة إنيبل، أو أكتب له كلمة إنيبل كلها عشان أطلع من مرحلة اليوزر نيم للإنيبل إنيبل مود. بروح أكتب له يا إما إي إن يا إما إيه كلمة إنيبل، بتكتب له دي أو دي. طبعا هو بيفهم اختصارات. هتلاقي اتغير شكل الراوتر بتاعي. بص كده، لو انا قلت له كده اي ان، دوست حد زرار التاب كتب لك انيبل، هتلاقيه غير لك الرمز بتاعك لرمز الشباك. بص كده، غير لك رمز الراوتر بتاعك لرمز الشباك. غير لك الرمز بتاع الراوتر كله، خلوه لك زي الشباك بالظبط اهو. قال لك راوتر شباك. دي مرحلة الانيبل مود. مرحلة الانيبل مود دي احنا بنقول عليها ادفانسد شو. احنا بنقول عليها المرحلة دي اسمها ادفانسد شو. المرحلة دي اسمها يعني فيها كل حاجة عن الشو. بص كده، لو انا قلت له كوشن مارك، بص شايف الأمر قد ايه؟ ده غير اوامر الشو. طبعا هو في اوتو وفي كلير وفي كلوك وفي كونفيجر وفي كونكت وكابي وديبج وديليت وداير وديسيبل وديسكونكت وانيبل وارس واكزيت ولوج اوت وام كي داير ومور ونو وبينج وريلود وريزيوم وار ام داير وسند وست اب وشو. خلي بالك ده كمان احنا شغالين على حاجه اسمها سيميليشن، على برنامج سيميليشن، يعني برنامج وهمي بالنسبه للرواتر. انما لايف كمان بيجيب لك اوامر اكتر من كده بكتير، يعني لايف بيجيب لك اوامر اكتر من كده. طب انا هنا بشوف عندي كل اوامر الشو، شايف دي كل ده شو. بقول له شو مثلا شو كريبتو شو ترابل ايه شو اكسس ليست شو ارب شو كل الحاجات دي كلها. طب اوامر الشو دي مهمه بالنسبه لي جدا 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 عشان حضرتك تعرف. لازم حضرتك تكتبي انيبل الاول، لازم نكتب كلمه انيبل او ان، بعد كده تظهر لي علامه الشباك، بعد كده اقول له شو، بكتب كلمه شو اس اتش وتكملي بالتاب. في يعني هناخد اوامر كتيره في الشو، بس طبعا الشو ده من ضمن الاوامر المهمه جدا اللي بتعرف لي الراوتر بتاعي شغال، الانترفيس شغال ولا مش شغال، بعرف كل حاجه من عليها.
ده من ضمن الحاجات المهمة يعني. طيب المود اللي بعد كده، المود اللي بعد كده اسمه الكونفيجريشن مود. ايه بقى قصة الكونفيجريشن مود؟ الكونفيجريشن مود المكان اللي انا بعمل عليه كونفيجريشن للراوتر، ماشي يا جماعة؟ او اللي انا بعمل اعدادات الراوتر كله من عليه، يعني مش كله كمان. الصوت فيه مشكلة ولا كويس؟ لا تسمع بس في ناس بتقول الصوت فيه مشكلة. إيه؟ نعم؟ مناسب الصوت اللي يسمعك. تمام. الكونفيجريشن مود ده المكان اللي انا بقدر اعمل بيه الاعدادات بتاعت الراوتر كلها، او مثلا نقول مثلا 90% من الاعدادات انا بعملها من على مكان الكونفيجريشن مود. طيب انا بدخل على ملف او على وضع الكونفيجريشن مود عن طريق ان حضرتك بيكون شكل الراوتر بتاعنا اهو، صح كده؟ بتروح تقول له كونف تي. كونف اختصار كلمة كونفيجر، تي اختصار كلمة تيرمينال. بص كده، لو انا كده جيت هنا قلت له كونف ودوست تاب، قال لك ايه؟ كونفيجر تي تيرمينال، كونفيجر تيرمينال، هتلاقي غير لك شكل الراوتر بتاعك لايه؟ للوضع اللي احنا قدامنا ده كده. قال لك راوتر وما بين قوسين كلمه كونفيج. راوتر وما بين قوسين كده كلمة كونفيج، وعمل لك علامة الشباك. ده الكونفيجر تيرمينال او كونفيجريشن مود. عندي الوضع الأخير بقى أو آخر شكل عندي بالنسبة لي اللي هنشتغل عليه، هو رقم 4 اسمه سب كونفيجريشن مود. او احنا بنسميه اسم تاني بنقول عليه انترفيس مود. من على الانترفيس مود بقى انت بتدخل او بتعمل اعدادات على الانترفيس بتاعت الراوتر. طبعا احنا نفس الكلام كده، بنكون واقفين هنا كده وبنروح نقول له انترفيس ممكن اقول له اي ان تي فاست او جيجا او فاست، من اول حرف بس نقول له مثلا 0 على 0، بيبدا يدخلك على الانترفيس. ادي انترفيس اي ان، بيكملها لك على حرف التي التاب فاست ايثرنت. طيب فاست ايثرنت ده سرعته كام يا جماعه؟ سرعه الفاست ايثرنت 100 ميجا بت بير سكند، 100 ميجا بت بير سكند. هقوله 0 على 0، بص هتلاقيه غير لك شكل المحاس. طبعا احنا ما عندناش هنا فاست، فاحنا ممكن يكون هنا ده عندنا جيجا 0 على 0. طب انا دلوقتي مش عارف الانترفيس، مش عارف الانترفيسات اللي عندي. لو انا جيت هنا قلت له شو انترفيس، يجيب لك الانترفيسات اللي عندك. وفي امر مهم جدا 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 جدا، ولازم كلكم حضراتكم تكونوا تكتبوه معايا وتكونوا عارفينه وحافظينه، عشان ده هنشتغل عليه كتير. شو اي بي انترفيس بريف. طب حضرتك طلع لي الاي بيهات اللي موجوده على الانترفيس. بيقول لك انت عندك الانترفيسات اللي عندك، عندك جيجا ايثرنت 0 على 0 على 0، جيجا ايثرنت 00 على 1، 00 على 2. طيب فين شكلها؟ لو جيت هنا فيزيكال وقلت له زوم ان، ادي الانترفيسات اللي عندك اهو. طبعا ده هنا الكونسول، وادي الاي او اكس، ادي الاربع انترفيسات اللي موجودين هنا. طبعا ده سيميوليتر، يعني هو بيجيب لك يعني صوره تقريبيه لشكل الراوتر بتاعك. او سيسكو 4300 سيريس. فانا هقول له مثلا ناخد عمر كده كوبي، هقول له كونف تي، هقول له كده انترفيس
جيجا. جيجا ايثرنت 0 على 0 على 0. دخلنا جوه الانترفيس. هبدا اقول له بعت اي بي ادريس وابدا ادخل الاي بي على الانترفيس بتاعي. طبعا انا بدخل الاي بي بتاعي مثلا وليكن 172 20 101. لازم تدخله السبنت ماسك. وبعد ما تدخله السبنت ماسك بتاعتك لازم تقول له نو شت داون. يعني ايه نو شت داون؟ هو باي ديفولت بيكون البورت مقفول، بيبقى معمول له شت داون عشان حضرتك. يعني ايه الصوره مقربه؟ مش فاهم. مش عارف انا الصوره مقربه ازاي. عشان افتح الانترفيس دي فانا بقول له نو شت داون. شت داون يعني اقفل، نو شت داون يعني ما تقفلهاش. اي حاجه اي امر عندي قبل نو انت بتلغي لي الامر الاساسي. فاهمين كده؟ مش يعني هذا الامر؟ ايه؟ اخر امر مش يعني؟ بقول له نو شت داون. نو شت داون يعني افتح لي الانترفيس ده. هو باي ديفولت الانترفيسات اللي بتكون موجوده على الراوتر دي كلها بتكون معمول لها شت داون. فانت بتروح تعمل له ايه؟ تقول له نو شت داون. يعني نو شت داون يعني ايه؟ افتح شت داون اقفلها، نو شت داون افتحها. هتلاقي قال لك ايه؟ بص كده خلي بالكم من الحاجات دي مهمه جدا. يعني قال لك لينك تشينج، لينك 5 تشينج انترفيس جيجا بايت جيجا ايثرنت 0 على 0 على 0 تشينج ستيت بقت تو ايه؟ تو ايه؟ اب. ادي الزيرو اهي، بص كانت معموله ايه؟ داون. بص لو انا رجعت تاني كده قلت له شو اي بي انترفيس بريف، هتلاقي الوضع بتاعي بايه؟ اب. وتحط له الاي بي بتاعه. ده بالنسبة لي البيزك، ده بالنسبة لي البدايات خالص. طبعا أنا ممكن أغير الأمر بتاعي عشان أقدر أغير النيم بتاعي بتاع الراوتر، بقول له هوست نيم. خلي بالك لو حضرتك وقفت على انيبل مود وحبيت، بص كده في حاجة مهمة، لو أنا جيت وقفت على انيبل مود وقلت له هوست نيم هو مش هيكتب معاك، مش هيكتب معاك. الأوامر بتتكتب على إيه؟ على الكونفجريشن مود. الانيبل مود زي ما قلت لك كده البيزك كده، اليوزر مود ده شو ده سيمبل شو، الانيبل مود ده ادفانسد شو اهو، الانيبل مود دي ادفانسد شو، الكونفجريشن مود دي اللي انا بدخل عليها الكونفجريشن. عندي بعد كده حاجه اسمها سب كونفجريشن مود او انترفيس مود، ده اللي انا بدخل عليه الكونفجريشن بتاعتي. لو حضرتك واقف على اي واحد من دول على الانيبل مش هينفع تدخل حاجه. طيب لو انا عايز اطلع من مود لمود، يعني انا دلوقتي على الانيبل مود عايز ترجع لليوزر مود، هتقول له اكزيت، هخرجك بره. عايز تدخل من بعد كده هقول له انيبل، عايز تخش ادي كونفتي، عايز تخرج بره هتقول له اكزيت اهو كونفتي. ممكن عندك عارف كنترول، زرار الكنترول والزد او الزي اللي موجودين في الكيبورد اللي عليكم الشمال دي، عارفين كنترول، زرار الكنترول، كنترول وحرف الزد بيرجعك خط خطوه اندو، اللي هو في الاوفيس اسمه اندو، بترجع خطوه لورا يعني. طيب لو انا مثلا كتبت الاوامر بتاعتي بتاعت اي اوامر مثلا، كتبت هنا قلت له مثلا انترفيس جيجا 0 على 0 على 0، عايز ارجع لاول السطر. طبعا بالماوس مش هينفع ترجع لاول السطر، شايف؟ مش هينفع ترجع. لازم حضرتك يا اما بالسهم كده، السهم شمال اللي موجود في الكيبورد، يا اما تدوس كنترول اي هيجيبك اول اهو، كنترول اي جاب لك اول السطر. تمام كده؟ لو عايز ادوس كنترول اي هيجيب لك اخر السطر اند، صار اي اند. طبعا ما ينفعش وانت على اليوزر مود تدخل على الكونفجريشن مود. يعني بص كده
لو انا قلت له كده ادي اكزيت ما ينفعش من هنا تروح تقول له كونفتي. طول ما قال لك انفاليد انبوت ديديكيتد يعني انا كده مش قادر اوصل لحد هناك، لازم تقول لازم خطوه خطوه تقول له انيبل وتقول له بعد كده كونفتي توصل خطوه خطوه. اخر مود عندي وهو زي ما قلت لك الانترفيس مود، وده اللي انا بدخل اللي هو سب كونفجريشن مود، وده اللي انا بدخل الكونفجريشن على الراوتر بتاعي الفتحه بتاعتي. والفتحه زي ما قلت لكم بتكون باي ديفولت معمول لها ديسيبل، فاحنا بنعمل لها انيبل. عايز تخرج من الانيبل مود، بنخرج من الانيبل مود اكزيت اهو. يعني انا بقول له اكزيت اكزيت وهنا اكزيت، هجي اراوتر من البدايه خالص من فوق قدام خالص. تمام كده. لو حضرتك رحت للانيبل مود وقلت له شو اي بي انترفيس بريف، الامر المهم اللي انا قلت لك عليه، هيجيب لك ادي الانترفيسز اللي راكبه حاليا او دلوقتي فعليا في الراوتر بتاعي. ادي الانترفيس اللي احنا دخلنا عليه الكونفيجريشن، هتلاقي عندك ادي الجيجا 0 على 0 على 0، ادي اب داون. اب داون يعني في فتحتين، خلي بالك في هو مش لازم يكون الراوتر واصل ما بينه وما بين السويتش او ما بينه وبين الكمبيوتر. فانا عندي ادي اللي واصل في نفسه، اللي وصل للطرف الثاني معمول له داون. بمجرد ما انت وصلته بقى على كمبيوتر واعطيته اي بي، هتلاقي دي اب 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 اب، يعني هو شغال الاثنين. يعني بص كده، لو انا جيت هنا وجبت كمبيوتر ادي بي سي ورحت وصلت هنا، طبعا هنا بيوصل بكابل كروس، هقول له جيجا 0 على 0 ادي فاست ايثرنت. بص كده قال لك ايه، لاين بروتوكول اون انترفيس جيجا ايثرنت جيجا 0 على 0 على 0 تشينج ستيت اب. بص لو انا قلت له هنا شو اي بي انترفيس بريف تاني، شايفين بقى دي اب اب، يعني من هنا مفتوحة وهنا مفتوحة من ناحيتين. طب لو انا شلت الكابل جيت هنا دلتناهم، بص كده تشينج ستيت بقت ايه؟ داون. لو انا قلت له كده شو اي بي انترفيس بريف اب داون اب داون. ده طبعا مثال بسيط خالص. لو احنا حبينا نعمل زي توبولوجي صغيره كده، نشيل ده كده ده ونجيب راوتر، نوريكم البيزك كونفيجريشن بقت من الاول خالص. ادي هجيب راوتر وليكن 1801 1841، وهنجيب سويتش 560 2060، ونجيب هنا مثلا جهازين كمبيوتر 3 اجهزه. نيجي نوصل الكابلات، شايفين الشكل اللي قدامنا ده؟ ده شكل الكابلات عندي، ده شكل الكابلات عندي. ما بين الراوتر وما بين السويتش هيوصل بكابل كروس ولا كابل ستريت؟
ما بين الراوتر والسويتش، اوصل كابل كابل كونسول ولا كابل كروس ولا ستريت. يوصل بستريت. هنجي هنا هنوصله في الجيجا، وما بين السويتش والبي سي ستريت. طبعا هي حمرة هنا كده عشان الانترفيس مقفولة، الانترفيس هنا مقفولة. هنيجي نعمل بيز كونفيجريشن اللي احنا خدناه مع بعضينا عشان تدخلوا تعملوها انتوا برضو دلوقتي. هقول له انيبل، ركزوا معايا بقى، كونفيتي كونفيجريشن تيرمينال. هقول له هوست نيم وليكن مثلا ايه سي سي ان اي نيو. طبعا ما عنديش مسافات. بعد كده هقول له انترفيس جيجا او فاست، هنا في فاست برضه، زيرو على زيرو. هقول له اي بي ادرس وليكن 192.168.10.1 سبنت ماسك 255.255.255.0. هقول له نو شت داون. شايف الستاتس اتغيرت. لو انا جيت بقى بصيت على الانترفيس هتلاقيها ايه، اخضرت وهنا برتقاني، هنا تبقى بعد 30 ثانيه هتلاقيها اخضر. طب انا لو جيت هنا على جهاز الكمبيوتر ده وحطيته اي بي، قلت له 192.168.10.2 وادي السمت ماسك وادي الجيت واي 192.168.10.1. وهنا هاجي على الجهاز ده هقول له كده 192.168.10.3 192.168.10.1. الجهاز ده هقول له 192.168.10.10.4. لو حبيت ابنك بقى هاجي هنا اقول له بينج التيرمينال، ادي السيم دي، هقول له كده بينج 192.168.10.1. ادي الراوتر بيبنج عليا، تلاقي البنج بتاعه 255. لو انا اتنين اهو بنج على الجهاز اهو، تلاتة أربعة بيبانك على عندي أي خالص. طيب أنا عايز أعمل باسورد على الراوتر، عايز أعمل باسورد للراوتر، مش لازم أأمن الراوتر بتاعي، لازم أعمل عليه باسورد عشان أأمنه. باجي هنا على الكونفيج مود، باجي هنا على الكونفيج مود بقول له ايه، بقول له كده انيبل باسورد. لو انا قلت له باسورد مثلا هديله الباسورد بتاعت سيسكو، هديله الباسورد بتاعتي واسميها له سيسكو مثلا. بص كده، لو انت حضرتك قمت مثلا تملى كوبايه تشرب شرب ميه او تعمل اي حاجه وسبت مثلا اللابتوب بتاعك مفتوح وانت بتعمل الكونفجريشن فايل، بتعمل الكونفجريشن للراوتر بتاعك، وصاحبك اي حد حبيبك كده جه جنبك وانت مش قاعد وقال له شو رايك، هيشوف الباسورد بتاعت الراوتر بتاعك اهو. بص شو انيبل باسورد سيسكو. طب تيجي نشفرها، نشفرها بحيث ان هو لو عرفها مش عارف يكتبها. هقول له انيبل سكرت ونقول له سيسكو. لا نترك كمان مش مشكلة، هو كده انيبل. بص كده
شايفين الباسورد بقت عامله ازاي؟ طبعا دي هنمسحها. هقول له كونفيتي تاني. شايفين الامر اللي هو نيبل الباسورد ده، لو انت جيت كده قبليه وقلت له نو كده اتحذف، كده اتحذف عندنا. طول ما جابلكش حاجه تحتيه يبقى كده اتحذف. بعد كده راح اقول له ايه؟ هقول له سيرفيس باسورد انكريبشن، يعني اي باسورد على الراوتر ده روح اعمل لي عليه عمليه انكريبتد لي او شفره لي يعني. طيب انا كده قفلت الراوتر من حيث الانيبل، يعني انت ما تيجي تعمل انيبل الراوتر مش هيعرف يعمل لك انيبل لما تدخله الباسورد. طب انا عايز دلوقتي اللي يوصل كابل كونسول في الراوتر ما يعرفش يظهر له باسورد. ففي الحاله دي بقول له ايه؟ هقول له لاين كونسول زيرو. يعني ايه برضو اشرحها لكم تاني؟ يعني انا دلوقتي الراوتر بتاعي اهو، عشان حد يعمل عليه كونفجريشن ويمسح كل حاجه من عليه لازم يكون واصل كونسول باك تو باك، واصل بكونسول، يعني واصل بالفتحه دي. شفتوا كابل كونسول ورت لكم امبارح؟ يكون واصل بيه دايركت هنا في النقطه دي يعني. طيب انا عايزين نحط باسورد على النقطه دي، فانا بقول له لاين كونسول زيرو. بعد كده اقول له باسورد وبقول له مثلا سيسكو واحد، ولازم تقول له كده لوجن. لوجن يعني اول ما تيجي تعمل لوجن طلع لي الباسورد دي، اقول له اكزت. طيب انا عايز احط باسورد على الناس اللي تدخل عليه من بره، هقول له لاين حاجه اسمها في تي واي من 1 لـ5، من 0 ولا اسف من 0 لـ4، عشان 0 دي بتكون سيشن. لاين في تي واي يعني انا اللي هيدخل من بره عليا تيل نت. عارفين الريموت ديسكتوب ده؟ الريموت ديسكتوب معنى كلمه ريموت ديسكتوب كونكشن يعني ايه؟ اتصال عن بعد. يعني ايه اتصال عن بعد؟ يعني حضرتك انت موجود في السعوديه دلوقتي، هتديني الاي بي بتاعك بتاع الجهاز بتاعك من هنا، هروح انا كاتبه واروح ادخل عندك عليك ريموت، ريموت ديسكتوب. هنا الريموت ديسكتوب بتاع الراوتر اسمه التيل نت. طب انا بقول له اشمعنى من 0 لـ4؟ 0 دي سيشن، يبقى 0 0 1 2 3 4، يعني 5 هيقدروا يعملوا كونكتد على الراوتر بجانب اللي هيقعد على الراوتر. يعني 5 يقدروا يعملوا عمليه اتصال بالراوتر. برضه هتقول له ايه؟ باسورد سيسكو، وهتقول له لوجن، وهتقول له اكزيت. تمام كده؟ بعد كده نروح نعمل عمليه السيفنج للراوتر، يعني هسيف، هسيف الكونفجريشن. اقول له كوبي، هقول له كوبي، خد من الرن وروح لفين؟ للستارت اب. هيوديها لك بنفس الملف ده؟ اه هندي بنفس الملف ده. حد تاه مني؟ حد مش فاهم؟ معايا يا جماعة؟ اه بس طيب انا في حد واقف عنده واقف عليه حاجة دلوقتي في الكونفجريشن دي؟ حد واقف فيه عليه حد مش فاهم حاجة؟ الفي تي واي، الفي تي واي ده اتصال عن بعد. مش انا قلت لك انا دلوقتي اما عايز ادخل على اللابتوب بتاعي او الكمبيوتر بتاعي من على بعد، ده اسمه الريموت ديسكتوب. في الراوتر عندي اسمه تيل نت، اسمه بروتوكول، اسمه بروتوكول كده التيل نت. بروتوكول التيل نت، بروتوكول التيل نت طبعا بيشتغل ببورت رقم 23، بورت 23. انا اللي عايز اعمل اتصال عن بعد على الراوتر، فانا بدخل منين؟ بدخل بروح اقول له كده لاين في تي واي، في تي واي ده اللي هو التيل نت يعني من 0 لـ4، 0 لـ4 يعني افتح لي 5 سيشن. بعد كده باسورد، كده لوجن. فاهمين ولا لا؟
ازاي نغير باسورد هناخدها بعد ما نقفل الفيديو ده. اهم حاجه انا هقفل الفيديو وحضراتكم انا رفعت لكم امبارح الباكيت ريستر، فاستاذنكم تسطبوه دلوقتي وتبداوا تعملوا له ملف الكونفيجريشن، بيز الكونفيجريشن دي وتوروها لي.